فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما الفرق بين قولنا ماء طاهر وماء طهور؟ وما الاحكام المتعلقة بهما؟ الفرق ان الماء الطهور هو الذي هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهو الباقي على خلقته على خلقته التي خلقه الله عليها هذا هو الطهور اما الطاهر فهو الماء المتغير باشياء طاهرة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه حتى تحول أو استعمل في طهارة ماء الوضوء الذي استعمل في طهارة سابقة ورفع فيه حدث هذا هذا يسمى طاهر إذا أصاب الثوب والبدن فإنه طاهر لا ينجسه ولكن لا يتوضأ به للصلاة لأنه مسلوب الطهورية نعم